هذه المقابلة حضرناها في ظروف نظن احسن من المقابلات اللي فاتوا باسكو الان بوان تاع مشريه خلانا باش نامنوا في الحظوظ تاعنا. اللاعبين مشكورين مام كيما يقول لك جيرينا في هذا الموسم سيرتو تلاقينا صعوبات كبيره، مي عرفنا كيفاش نسايروا هذه الازمات، ازمه تاع فينونس، ازمه نتائج، الحمد لله خرجنا منها سالمين. هذو كيما يقول لك الحمد لله نشكر الله تعالى على جمعيه وهران اللي ضمنت البقاء قبل الجولات. الحمد لله على هذه النتيجه الايجابيه اللي حققناها اليوم وين ضمننا البقاء تاعنا في القسم الثاني. نشكروا كاع لي جوار اللي كانوا تعبوا مساكين في طيله هذا الموسم، نشكروا المدربين اللي وقفوا ثاني معنا الحمد لله بصحتهم ربحونا. احنا ربحنا بالك لا كومبيتيسيون لكيلكو جوار باغ اكزومبل حماده مراد، هادو دي جوار لي جون اللي راح بالك يكون عندهم مستقبل ان شاء الله، واللي الفريق اللي باسكو نقولها ونعاودها لازم يكون كان عندك لو ساتور في ليكيب ان شاء الله، برك اللاعبين هادو يزيدوا يدوا فرصه للمقابله القادمه ان شاء الله ويكون بالك مستقبل الخميس ان شاء الله.